في كتاب الواضح في النشاط العلمي عند الدرس اليوم كيف يمكن تمييز الحيوان الولود عن البيوض، هذا في الصفحة 70. إذن الصفحة 70 كيف يمكن التمييز تمييز الحيوان الولود عن البيوض. Comment distinguer un animal vivipare ovipare d'un ovipare ovipare بيوض؟ الهدف التعلمي أميز بين الحيوانات التي تلد والتي تبيض، التي تلد وترضع صغارها وهي تسمى حيوانات ولودة، والتي تبيض تضع البيض تسمى بيوضة. إذن je distingue les animaux vivipares قلنا هي ولودة des animaux ovipares معناه بيوضة. إذن انطلق ألاحظ الصور وأعبر. عندي في هذه الصورة الأولى أنت ديال الفرس أو ديال الحصان ترافق صغيرها، إذن هذه ولودة. السلحفاة وهي تضع البيض هنا في الصورة الثانية، إذن هذه بيوضة. أنت ديال الحصان وهي تلد فهي حيوان ولود. هنا كنلاحظوا انه في هذه الصوره الرابعه الصغار ديال السلحفات من بعد ملي كتوضع البيض هذا البيض كيتفقس وتخرج صغارها، اذا هذا حيوان ولود. اذا طريقه التولد عند السلحفات انها تلد، انها تضع بيضها عند الفرس تلد صغارها وترضع صغارها. أتساءل كيف أميز بين الحيوان الولود والحيوان البيوض؟ أفترض بملاحظة صفات تميز الحيوانات البيوضة عن الحيوانات الولودة. أختبر، ألاحظ وثائق تبين بعض الحيوانات الولودة والبيضة. مثلا عندي هذه الصور، هذه قطة ترضع صغارها، إذن هذا حيوان ولود. هذه الناقة وهذا الصغير أيضا صغيرها، ناقة تضع صغيرها و ترضعه، إذن هذه حيوان ولود. لبؤة وصغارها، إذن هذا حيوان ولود لأنه يلد. البقرة وهي ترضع صغيرها، هذه حيوان ولود. تمساح يضع البيض، هذا حيوان بيوض. الدعسوقة هنا في هذه الصورة السادسة تضع البيض، إذن هذا حيوان بيوض. ونفس الصورة السابعة صورة الثعبان يضع البيض أيضا فهو حيوان بيوض. والصورة الثامنة عندي أنثى ديال الطاووس تضع البيض، إذن حيوان بيوض. أتمم الجملتين بكتابة الكلمات التالية: تتكاثر بيضها ترضع. إذن بعض الحيوانات تلد وترضع صغارها، وحيوانات أخرى تتكاثر عن طريق تفخيص البيض. وقلنا هذه التي تتكاثر عن طريق تفخيص البيض تسمى بيوضة،
وهذه الحيوانات التي تلد وترضع صغارها هي حيوانات ولودة. نأتي إلى الخلاصة أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب: البيض، تلد، بيوضة، ولودة. تسمى الحيوانات التي وترضع صغارها، إذا نكتب التي تلد وترضع صغارها، ماذا نسميها؟ حيوانات ولودة. نكتب ولودة. أما الحيوانات التي تتواضع بوضع ماذا؟ بوضع البيض، فتسمى بيوضة. أغني معجمي، ولود، فيفيبار، بيوض، أوفيبار. وعندنا هذا الاستثمار الصغير، هذا الاستثمار واحد التمرين صغير ننجزوه: جيكري أوفيبار أو فيفيبار. أوفيبار قلنا بيوض، فيفيبار ولود، سو لا فوتو دو شاك أنيمال، تحت صورة كل حيوان. عندي أن بواسون، سمكة، إذن هذه السمكة تضع البيض، أوفيبار، ولود، بيوضة. لابالين، نوع من السمك، سمك ضخم، سمك ضخم، هذا ولود، فيفيبار. أباي، نحلة، هذه النحلة، النحلة تضع البيض، أوفيبار، بيوض، هذا حيوان بيوض. لاشوف سوري، هذا الخفاش، إذن هذا ولود، يلد، إذن فيفيبار. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس، وشكراً.